تمام، ولهالسبب اتفقت مع البلاط وقلت له. أنو بلاط؟ بعت لي أنا، قصدي مع الطبال. اتفقت مع الطبال وقلت له شوف يا محسن، خلي عيونك على رئيس الوزراء وانت عم تبلط وانت عم تطبل، واوعها اوعها تلتها فيني وبحركاتي، وراقب لي البواب والمداخل والشبابيك والممرات، واذا يعني شفت انسان مشبوه او مشكوك بامره اضرب على الطبلة ضربة قوية حتى تنبهني، واترك الباقي علي. فعلا فعلا صار يلي توقعته بالضبط. اعوذ بالله، ليش شو صار؟ فعلا هالليلة تاريخية. لا، وانت شوف كيف صارت حالتي وانا عم ارقص. تكركبتي مو هيك؟ تكركبت كتير، تكركبت وبس. الله وكيلك، صرت ارقص وعيوني شايحة هون وهون، وتشتت تفكيري تماما، يعني هم بدي اخلع وهز وهم بدي انتبه وراقب، واحترت احترت والله حيرني. فعلا موقف صعب، موقف حرج كتير، موقف تاريخي. شو هالحكي؟ شايف شايف يا استاذ على هالمسؤولية. المهم يا استاذ عبد الغفور، لما قربت من طاولة نوازل جام غضبه، ايه ما اسمع لك الا ضربة هالطبلة القوية تبع محسن الدفاش الله يرحمه، وحسيت شي وانفخت. قمت فورا من حلاوة الروح التحشت على رئيس الوزراء ودفشته وسطحت فوقه وانقذته من رصاصة كانت رح تجيب اجله، بس الله ستر يعني ومشي الحال. وقاموني بالزور من فوق رئيس الوزراء، مو من شان شي يعني، بس خافوا عليه ليقوم ينفعس لانه كان كتير رفيع، وبصراحة أنا يعني طولت أنا وملتحشي فوقه، بس مو بقشط شيها لا سمح الله. لا طبعا، ولا هو يعني كان قصدي الحفاظ على روحه بس. يعني المهم ما تصوب الزلمة؟ لا الحمد لله، لأنه بالحقيقة لا كان في رصاصة ولا هم يحزنون. كل القصة وما فيها إنه لمبة انفجرت وعملت هالصوت القوي. يا ستي ألف الحمد لله على السلامة، وفعلا هالليلة ليلة عمر ما في كلام، والأحداث اللي عم تصير معك تعتبر معلومات تاريخية. بالمناسبة أستاذ عبد الغفور، أنا هاي أول مرة بذكر فيها هالحادثة، يعني لولا تكون محطتكن عزيزة على قلبي ما كنت قلتها أبدا. بتعرفوا أنتوا إلكن مكانة خاصة عندي، لولاكن أنتوا مستحيل أذكر هاي الحادثة. شكرا إليك ست شاهيناز. طيب بالمقابل شو كانت مكافأتك من رئيس وزراء دولة بهدلتينا؟ بادلتينا. عفوا مدام شاهيناز، بادلتينا. والله يعني الزلمة ما قصر، عزمني على بيته وكملنا السهرة هنيك، وقال لي من أي دولة أنتي؟ قلت له عرب. قام هز براسه هيك وسكت، وتاني يوم طالع قرار رئاسي سامح فيه الدول العربية بالمديونية الضخمة كلياتها، وبعت لنا شوية سلاح وبواريد. يعني صحيح كانت هاي الأسلحة منسقة وبطلانة موضطة، بس كتر خيره يعني شو قلنا عليه الزلمة. قلتك أبو هاشم، صورت كل أجزاء المتحف؟ كله تصور أستاذ. عظيم جدا. مدام شو رأيك نسجل أول جزء من اللقاء؟ مثل ما بتحب أستاذ عبد الغفور، تحت أمرك أنا. لا العفو يا ستي، تفضلي.